بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بعدما قمنا بالتعرف في الحصة الماضية على أسئلة الدعم والتقوية، سنقوم في هذه الحصة بحول الله بتصحيحها. إذا وبعد اطلاعكم على أسئلة الدعم، وبعدما قمتم بتابعة الحال بالإجابة على الأسئلة، إذا انطلب منكم في الموضوع الأول مكون التاريخ بإجابة على الأسئلة متعلقة بالوثيقة، ثم الإجابة على الأسئلة موضوعية. إذا السؤال الأول كان عرف بصاحب النص، لكن قبل ذلك يجب أن نقرأ النص عدة مرات من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوثيقة. إذن جاء في إحدى مقالات مونتيسكيو: يوجد في كل دولة ثلاثة أشكال من السلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فبواسطة الأولى يضع الأمير القوانين، وبالثانية يقيم السلم ويعلن الحرب، وبالثالثة يعاقب على الجرائم. ولا تكون هناك حرية بتاتا إذا لم تنفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذا صاحب النص هو مونتيسكيو. نعرف هذه الشخصية. سبق لنا تعرفنا في درس الثورة الفرنسية على هذه الشخصية. إذا مونتيسكيو ولد في سنة 1689 وتوفي سنة 1755، وهو فيلسوف فرنسي. من أبرز مؤلفاته روح القوانين، الرسائل الفارسية، وغيرها من المؤلفات. بالنسبة للسؤال الثاني، استخرج من النص أنواع السلط وبين وظيفة كل سلطة على حدة. إذا من خلال النص نلاحظ أن السلط هي ثلاثة. من خلال النص حسب مونتسكيو هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. بالنسبة لوظيفة السلطة التشريعية، هي تتمثل وظيفتها في أن الأمير يضع القوانين. ثم السلطة التنفيذية تتمثل مهمتها في تنفيذ القوانين وإقامة السلم وإعلان الحرب. ثم السلطة القضائية تتمثل وظيفتها في الشؤون القضائية، أي المعاقبة على الجرائم. بالنسبة للسؤال الثالث، استخلص من النص المبدأ الذي يدعو إليه صاحبه. كما تلاحظون أن صاحب النص يدعو إلى الفصل بين السلطات الثلاث، أي من خلال النص لا تكون هناك حرية بتاتا إذا لم تنفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذا النص الإجابة كذلك، المبدأ الذي يدعو إليه صاحب النص هو الفصل بين السلطات، أي السلطات الثلاث، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن بدون الفصل بينها لن تكون هناك حرية بتاتا. بالنسبة للسؤال الرابع، أبرز مكتسباتك ظروف نشأة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا من خلال ما اكتسبناه من معارف خلال درس نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، سنجيب على هذا السؤال. الإجابة هي كالآتي: تتمثل ظروف نشأة الولايات المتحدة الأمريكية في نهج إنجلترا بمستعمراتها 13 بشرق أمريكا الشمالية. سياسة استعمارية تقوم على استغلال هذه المستعمرات، حيث ألزمت مستوطنيها الأمريكيين بتقديم المواد الخام إلى إنجلترا وشراء بضائعها مع فرض ضرائب. أرهقت سكان المستعمرات الذين عارضوا هذه السياسة وأصبحوا يطالبون بالاستقلال عن إنجلترا، ثم إعلان الاستقلال في 4 يوليوز لسنة 1776، وانطلاق الثورة الأمريكية، الشيء الذي أدى بإنجلترا إلى الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1783. إذن كانت هذه إجابة الأسئلة المتعلقة بمكون التاريخ. فيما يخص الموضوع الثاني، أي مكون تابع مواطنة، كانت أسئلة عبارة عن تعريف ثم أسئلة موضوعية. السؤال الأول، طلب منكم تعريف كل من الصحافة والحقوق الاجتماعية. فالصحافة هي مهنة تعتمد على مجموعة من الوسائل التي تنتج وتحلل وتنشر الأخبار التي تهم الأحداث الجارية، كما يصطلح عليها كذلك بالسلطة الرابعة. بينما تعريف الحقوق الاجتماعية هي تتضمن الحق في الصحة البدنية والعقلية، وحماية الأسرة ومساعدتها، وحماية مساعدة الأطفال دون تمييز. بالنسبة السؤال الثاني، أجب بصحيح أو خطأ بوضع علامة X في الخانة المناسبة. إذن كانت عبارة الصحافة لها نوع واحد فقط، طبيعة الحال الإجابة خطأ لأن الصحافة لديها 4 أنواع. بينما المقترح الثاني أو العبارة
تسمى صحافة بالصوتة الرابعة، صحيح؟ لأن الصحافة تسمى كذلك بصوتة رابعة. سبق لنا وتعرفنا على هذا درس الصحافة. بالنسبة للمقترح الثالث، عفوا، الجملة الثالثة، العهد الدولي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 نوفمبر لسنة 1978. بطبيعة الحال الجواب خطأ، لأن العهد الدولي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 نوفمبر لسنة 1966. العبارة الرابعة، صدق المغرب على العهد الدولي حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة 1966. بطبيعة الحال الجواب خطأ، لأن المغرب صدق على العهد الدولي حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 8 نوفمبر لسنة 1979. إذا كانت هذه إجابة الأسئلة المتعلقة بمكون التربية الموطنة. فيما يخص الموضوع الثالث، أي الذي هو عبارة عن موضوع مقالي لمكون الجغرافية، إذا كتقديم للموضوع، تعتبر السياحة بالمغرب من الأنشطة الحديثة به، والتي تعتمد على مؤهلات حضارية وطبيعية متنوعة لتساهم مداخلها في إنعاش الاقتصاد الوطني. طلب منكم تحرير نص مقالي من مقدمة وعدم خاتمة تبرزون فيه ما يلي: أهم مشاكل القطاع السياحي بالمغرب. إذن كما تعرفون على أن النص المقالي يجب احترام بعض الضوابط كمقدمة نص مقالي، ثم العرض، ثم الخاتمة. إذن يجب كتابة أو إجابة على هذا النص المقالي على الشكل الآتي. إذن في المقدمة كاقتراح للموضوع، يتميز المغرب مؤهلات سياحية متنوعة، لكن النشاط السياحي يعاني من مجموعة من المشاكل والتي تتطلب المعالجة والتطوير. إذن وكإشكالية للموضوع المقالي، فما هي أهم مشاكل القطاع السياحي بالمغرب؟ إذن الإشكالية مرتبطة بما طلب منا في النص المقالي. بالنسبة للعرض، بطبيعة الحال نجيب على إشكالية النص. تتعدد مشاكل القطاع السياحي بالمغرب، والتي تتمثل في المشاكل التسويقية في مقدمتها منافسة بعض الدول الأوروبية كإسبانيا والعربية كتونس، وعدم تشجيع السياحة الداخلية وموسمية هذا القطاع، بحيث ترتفع الليالي السياحية فقط خلال فصل الصيف. بينما المشاكل التنظيمية تتمثل من أهمها عدم احترام الوكالات لعامل الزمن، وعدم انتظام الرحلات الجوية وارتفاع أسعارها، ثم الاكتظاظ وعدم احترام تواريخ الحجز وغيره من المشاكل الأخرى. بالنسبة للمشاكل التجهيزية، تمثل أبرزها في نقص في عدد الأسرة، وضعف خدمات الهاتف والإنترنت في بعض المناطق. إذا كانت هذه عبارة عن عرض للنص المقالي. بينما الخاتمة فهي كالآتي: تعتبر السياحة قطاعا اقتصاديا مهما، تتطلب وضع استراتيجية مستقبلية من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع. إذا بعدما تعرفنا على إجابة دعم وتقوية للمستوى الثاني، أقول لكم وفقكم الله تعالى وأعانكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.